آخر شيء في هذا الكتاب الخاتم. هذه الخاتمة ذكر فيها المؤلف ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وذكر فيها الهجرة، وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وأن المسلم لا يمكن أن يدخل في الإسلام إلا ولا بد أن يكفر بجميع ما يعبد من دون الله. وأكبر خطر الشيطان. وانتبه، ممكن يسجد لك بعض الناس ينحني لك، إذا لم تنكر فأنت طاغوت. ولا يمكن أن تدعو الناس إلى عبادة نفسك. من ادعى علم الغيب، من ادعى الساعة، من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كاذب وكافر كفر أكبر. لا أحد يعلم الغيب إلا الله. لا نحكم إلا الكتاب والسنة. لا نرضى إلا بهذا الحكم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى صلى الله على نبينا محمد.